حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد قال لم يروه النسائي، وكذلك تبعه ابن قاسم في حاشيته، ولكن بعد البحث وجد أن هذا الحديث عند النسائي، وبالتالي فإن في هذا فائدة لنا ولكم جميعا بأن لا يستعجل طالب العلم في الحكم على شيء وإن كان مسبوقا به، وذلك لأن من سبقك قد لا يسلم من الزلل ومن الخطأ. فأمثال هؤلاء ذكروا أن النسائي لم يخرج، وهم علماء محققون متقنون، لكن فاتهم مثل هذا، ومن ثم فإن مثل هذا حاصل، ولا عجب في أن يكون مثل هذا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الكلم الطيب ذكر أحاديث ضعيفة وانتقد على شيخ الإسلام فيها، مع أن الذهبي رحمه الله يقول كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، هذا من حيث الجملة. لكن لما علق الألباني رحمه الله على الكلم الطيب وذكر أن هناك أحاديث ضعيفة قال إن مثل هذا لا يعجب منه. لما؟ لأنه لا يتمكن أي عالم من الوقوف على الحديث بتتبع طرقه حديثا حديثا، فهو بحاجة إلى أن يأخذ بقول من سبقه، فيكون شيخ الإسلام رحمه الله قد أخذ بقول من سبقه دون أن ينظر إلى سند الحديث وإلى طرقه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله ما من عالم مجتهد إلا وهو مضطر في بعض الأحيان إلى التقليد، حتى ولو كان إماما مجتهدا. لما؟ لأنه يعجز الإنسان من أن يأتي على كل مسألة ويدققها ويبحث فيها، ولذا قد يوهم الشخص وليس مع من وهمه حجة. ومن قرأ كتب العلماء في الفقه أو في الحديث يجد أمثال هذه الأشياء، يجد أن أئمة كبارا قد وهموا أو وهموا وليس هناك وهم. وصدق الله عز وجل إذ قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يسوقنا إلى أمر، وهو أن الأمة بحاجة إلى أن يأخذ كل فرد منها العلم الذي عند صاحبه وليس عنده. فلا يمكن مهما قيل في فلان بأنه عالم نحرير، بأنه عالم مجتهد، بأنه متقن، بأنه محيط بجميع الفنون، بأنه هو العالم الأوحد، الرجل الذي يشار إليه بالبنان، لا يمكن أن يكون عالما بكل شيء، فهو محتاج إلى ما عند غيره. ومن ثم من رأى في نفسه أنه بلغ مرتبة من العلم فقد جهل حقيقة، لأن العالم كلما ازداد علما كلما شعر بجهل نفسه وبالتالي يزداد، وكلما شعر بجهل نفسه زاده ذلك تواضعا وخضوعا لله عز وجل. ولذا لا تجد عالما أو طالب علم، لأن نرضى بالعلماء أن يصلوا إلى هذه المرحلة، لكن قد يكون هذا في طلاب العلم المبتدئين، يعني لا ترى طالب علم يفخر برأيه أو بعلميته إلا وهو مصاب بشيء من الجهل. قل أم كثر. والسبب لأنه يرى أن نفسه قد وصل، وأن الرأي هو رأيه، وأن القول هو قوله، وهذا ليس بصحيح. الصحابة رضي الله عنهم أمثال عمر رضي الله عنه، وهو الصحابي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال عنه عليه الصلاة والسلام إن يكن منكم محدثون أي ملهمون فهو عمر. وموافقاته للقرآن كثيرة، وهو الرجل الذي يهرب منه الشيطان، ومع ذلك كله جهل حديث الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. فلما أخبر به وشهد شاهد آخر على أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مؤنبا نفسه الهاني عنه الصفق بالأسواق. وهذا من العجب، لو قسنا ما عليه أولئك ومن في هذا العصر نجد أن الواحد قد يكون عالما ببعض الأحاديث أو ببعض تفسير الآيات ويرى نفسه أنه هو. ولذا مثل هذا يزيدنا، طالب العلم إذا قرأ مثل هذه الأشياء أو سمعها تزيده،
سعيا في طلب العلم وإقرارا في نفسه بأنه جاهل. وإذا من لا يرخي بسمعه إلى أدلة الآخرين أو إلى أقوال الآخرين هذا لا يستفيد. لما؟ لأنه حجر نفسه وضيق على ذهنه.